ثامناً، إن قدرات الدولة المصرية لم تكن أبداً كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب 62 ل 67 اليمن، 67 ل 79 الحرب بتاعت أكتوبر، موجات الإرهاب المتلاحقة اللي عملت على مصر وتأثيرها على الاستقرار وعلى التنمية وعلى السياحة في مصر، والتي كانت لا شك أرضية لتفريغ هذه القدرة بل والقضاء على هذه القدرة، وهو ما انعكس على التحديات بالسلب. أنا كنت بقول للناس 2011 ده كان إعلان وفاة الدولة المصرية. ناس كتير زعلت من الكلمة ديت. الشعب عايز يغير، مش شايف أمل فاتحرك. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة وأنا قلتها قبل كده، 2011 اتحرك للتغيير و2013 اتحرك للتغيير، بس أنا عايز أقول للناس حتى في الناس اللي بتتناول التناول الإعلامي، محدش قال مثلا إن التظاهر في دولة معينة من غير ما أجيب أسماء لمدة السنتين ثلاثة اللي فاتوا خلى الدولار اللي موجود في البلد مش موجود في البنوك، مش كده؟ مش هو ده الحقيقة؟ مش كده يا جماعة ولا إيه؟ من غير ما أذكر الدولة، وكان الناس كلها بتشوف ناس بتسقف في الشارع وفرحان، فرحانة بالتسقيف وفرحانة إنها حتى الدولة ما استقرتش ولغاية دلوقتي. ولما مؤاخذة يعني كل أرصدة المودعين بالدولار راحت فين يا فندم؟ راحت. فيا ترى وإحنا في 2011 و2013 وإحنا بنتحرك التحرك ده كنا مستعدين لتكلفة التغيير اللي الدكتور مصطفى بيقول إن هي على الأقل 470 مليار ولا 477 مليار دولار، كنا مستعدين ولا احنا عملنا كده وننزل احنا اطلع انت بقى خلص اطلع ايه خلص ايه نخلص مع بعض. اي انا بكلم جد والله، مع بعض. اوعى تقول لي اطلع انت خلصها، يعني انا هخلصها ازاي لوحدي؟ طب انا بقى جيت في الحملة بتاعت 2014 قلت لكم أنا لها أنا لها؟ لا، اديتكم وعود جميلة؟ لا، قلت لكم تحدي كبير قوي، والتحدي ده ممكن مع بعضنا هو أكبر من الدولة المصرية كقيادة كحكومة، لكن مش أكبر من قيادة من أكبر من الدولة المصرية كشعب كشعب كمواطنين مستعدين يخشوا معانا في الموضوع ده لو عرفوه. هو النهارده لو ما انا وقلت برضو الكلام ده قبل كده في الراي العام، رحت عامل دراما بقول فيها فوت علينا بكره. فوت علينا بكره ده مين؟ فوت علينا بكره ده واحد مننا، لكن انتم مش انتم اللي فكر في الدراما دي، حط الناس في جنب وحط الحكومه في جنب، خلى الحكومة بقت هدف. اوعوا تنسوا ان اكتر حاجة، وانا اسف ان اقول كده والله، كنت اتمنى ان اللي بيدعوا ان هم حاملي راية الدين يكونوا صادقين ومخلصين وامناء وشرفاء. لا لا، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، انا كنت اقول اتمنى، لان احنا بنتكلم عن تجربه يا جماعه، تجربه احنا بنعيشها لغايه دلوقتي، تجربه اللي كان الدكتور مصطفى حاطط فيها الكوبري بيقول الكوبري ده ايه، يعني الحاله بتاعت التشكيك حاله مستقره في وجدان الدوله المصريه على مدى 80 سنه. طبعا يبقى تفتكروا لو الحاله من التشكيك والاحباط اللي بيتم تغذيتها باستمرار هتطلع ايه؟ هتطلع رأي عام عامل ازاي؟ قدرته على الصمود هتبقى عامله ازاي؟ فأنا بس بقول كنت أتمنى إن يبقى في صدق أمام الصدق، قسماً بالله لم أتحدث
كذبا قط في اي حاجه. كنت اتمنى ان هم يبقوا صادقين في تناولهم. انت ما جربتش انك انت لما تتولى انها تخرب منك؟ انت مستعد تقابل ربنا وانت بتضيع 100 مليون عشان انت ما انتش عارف هو مش قادر ولا مش عارف؟ لا مش قادر ولا مش عارف، لا مش عايز، عايز مش حد عايز يفشل بس ما يعرفش. دي حكايه كبيره، الدوله دي حكايه كبيره قوي، عايزه من المهتمين بالموضوع قراءات كتيره جدا 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 لسنوات طويله جدا جدا عشان اعرف عن ايه دوله والحفاظ عليها. وكمان قبل دوله بقى يكون في قرار الهي بان الدوله دي ما تروحش، قرار الهي ان الدوله بتستمر. وانا اقدر يعني اطمئن ان ده بوضوح بالنسبه لي ربنا عمل لبلدنا.